بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم من جديد ابنائي وبناتي. اليوم ان شاء الله بنرجع لشابتر 5 في الميديكال انسترومنتيشن، الاجهزه الطبيه، اللي هو بموضوع الكتروكيمستري. الكتروكيمستري زي ما انتم شايفين العنوان بيجمع ما بين حاجتين، الكتريكال وكيمستري، بمعنى انه ممكن نعمل من خلال او ينتج عن كيميكال رياكشن ينتج الكتريسيتي، كهرباء يعني، او بالعكس ممكن اللي هو الالكتريكال كارنت او الكهرباء تعمل او تنتج عنها او تسرع اللي هي كيميكال رياكشن. الفكره انه لما بحكي كيميكال رياكشن ينتج عنه كهرباء، بتوقع انه المساله هذه بتكون سبونتينيوس، مساله تلقائيه، يعني كده هيك الكترونز بتنتقل ما بين حاجتين كده، يعني المساله هذه بتصير بشكل تلقائي. يترتب عليها اللي هو عشان اقيس المساله هذه من خلال الشاشه او مونيتور معين ممكن اقيس كميه الكهرباء فيها. طبعا هذا المبدا او الاساس اللي بنستخدم بحكايه الالكتروكيمستري في عمليه الميجرمنت، يعني اذا كان كيميكال رياكشن ينتج عنه تغير او الكتريكال او كارنت كهرباء يعني، والكهرباء هذه ممكن اقيسها. طب الالكتريكال او الكيميكال رياكشن ما هو مرتبط برضه بسبستريت والسبستريت كونسنتريشن، بمعنى او باخر انه كميه السبستريشن او باخر معنى ادق الكونسنتريشن اللي بدخل في الكيميكال رياكشن بحدد كميه الكهرباء او الالكتريكال كارنت اللي مبين، وبالتالي انا بقدر اعمل له ديتكشن على الشاشه. اذا المساله ببساطه انه انا بربط ما بين الكونسنتريشن اللي بشوفه في الكيميكال رياكشن، طبعا الكونسنتريشن او الميجرمنت لشيء انا بدي اعمل له اقيسه يعني، وما بين اللي هو كميه الكهرباء اللي بتطلع. وهذه الشغله ممكن الاحظها على الشاشه على سبيل المثال. طبعا احنا بنستخدم المساله هذه في الميجرمنت ما دام نحكي ايونز وحاجات زي كده، يعني صوديوم بوتاسيوم، الشغلات اللي هي عباره عن ايونز اللي صعب جدا انه نقيسها وسائل ثانيه زي مثلا فليمومتر او حاجات زي كده يعني، لانه هناك بنقيس توتال، لكن احنا بدنا نقيس الان الايونايزد يعني. هاي فكره الالكتريكال كيمستري زي ما بعرفنا امامنا، يعني هي كيميكال رياكشن اوكرينج بيكوز فلو اور بريزنس اوف الكترونز بتوين طبعا دي سيميلار سبستانس، يعني نتيجة انه تدفق او سريان الالكترون ما بين حاجتين او تو الكترودز على سبيل المثال، خلينا نسمي المختلفات، ينتج عنه اللي هو كيميكال، ينتج عنه اللي هو الكتريسيتي او كهرباء. طبعا هذه ممكن اقيسها يعني. طبعا المسألة هذه نرجع للتعريف اللي حكيناه قبل شوية، ممكن استغلها ان اعمل ميجرمنت لاكتيفيتي لسبيسيفيك ايون. طبعا اكتيفيتي بعني فيه اللي هو في الكونسنتريشن بتاعه، يعني اللي هو من خلال اللي هو ايه قديش اللي هو بياثر الاكتيفيتي او الكونسنتريشن بتاع الايونز على كميه الكهرباء اللي طالعه اللي ايش انا ممكن اقيسها، وبالتالي بستغل المساله هذه للميجرمنت اللي هو بتاع ايش الاكتيفيتي بتاعت الايونز. تطبيقات المساله هذه اللي هي ايه الالكتروكيمستري في الكلينيكال لابراتوري تطبيقاتها كثيره، يعني خلينا نقول بعض الاسماء اللي هي بوتنشيومتري، فولتانومتري، كولورومتري. طبعا كولورومتري مش كلر، مش جاي منه، لا جاي من المقاومه يعني طبيعه الحال، من الكولوم يعني. هنا بنستغل اللي هو مبدا المقاومه اللي موجوده في الالكتريكال كارنت عشان اعمل ميجرمنت يعني، او امبيرومتري وحده قياس التيار، او كوندكتومتري. احنا مش هنتطرق لكل المسائل هذه، يمكن بدها وقت كثير خالص خالص. خلينا نركز على اول واحده البوتنشيومتري وناخذ اكزامبلز عليها. بوتنشيومتري ناخذ المعنى لها، كلمه بوتنشال يعني من القاموس لو دورتوا عليه هتلاقي بوتنشال الاحتماليه يعني، يعني بمعنى اخر انا بدي اتعامل مع تو الكترودز او تو سبستانسز، واحد بفقد الكترونز او عنده ميول انه يفقد الكترونز، والثاني عنده ميول انه ايش يكسب الالكترونز، وانا بدي استغل الشغله هذه. طبعا بنتج على المساله هذه او بستخدم المساله هذه البوتنشيومتري ريدكشن او بوتنشال ريدكشن او بوتنشال ريدكشن تيبل، يعني انا ممكن اعمل ليست اقيس بعض العناصر اللي تختلف قدرتها او الميول الميل بتاعها انها تفقد او تكسب الكترونز. طبعا انتم عارفين من خلال دراستكم يمكن سابقا انه اللي بيفقد الالكترون بيصير له اوكسيديشن او هي عمليه اوكسيديشن، اللي بيكتسب الالكترون هي عمليه ريدكشن.
طبعا احنا من خلال تجارب ممكن نعمل جدول تيبل كامل بالبوتنشيومتر او الريدكشن بوتنشال بتاع العناصر كلها، مين عنده قدره اكثر من الثاني انه يكسب او يفقد الكترونز. وبناء على المعلومات هذه بنستغلها انه في تكوين حاجه اسمها اللي هو جالفانيك سيل او الكترودز، عشان نعمل مقارنه او حاجتين ما بين تو الكترودز. واحد في النهايه لما بنحطه في الجالفانيك سيل، الجالفانيك سيل حاجه شبيهه بالبطاريه، يعني انه في عندنا الكترود في محلول والكترود الثاني في محلول، وعشان تكتمل الدائره الكهربائيه طبعا واحد لازم يفقد الكترون والثاني لازم ياخذ الالكترون عشان تكتمل. طبعا بتكمل اللي هو الدائره في داخل المحلول الواصل او الكوندكتور او الان كوندكتور الواصل ما بينهم، وفي النهايه بتكتمل الدائره الكهربائيه. طيب هنا كاتف ديفينيشن، خلينا نقول الكتريكال بوتنشال ديفرنس او البوتنشيومتر، الكتريكال بوتنشال ديفرنس اللي هو ما بين تو الكترودز. الالكترود اتفقنا على انه عنصر ما او ماده موجوده في داخل مغموسه في داخل سولوشن. طبعا في علاقه ما بين نفس الماده، التركيب بتاعت الماده، وما بين السولوشن، يعني حتاخذ وتعطي معاه بمعنى اخر. يعني كمان مره الكتريكال بوتنشال ديفرنس اللي هي ما بين الكترود اثنين موجودات في الكتروكيميكال سيل. كمان مره بنرجع الكتروكيميكال سيل او جالفانيك سيل اللي هي عباره، خلينا نقول الكترود مغموس في داخل ماده، في علاقه ما بين الماده هذه التركيبه وما بين الالكترود المغموس فيها. طبعا هذه بنسميها لوحدها هاف سيل، نص سيل، وبكون جنبها هاف سيل ثاني عشان كده تكتمل اللي هو ايه، يعني واحد يفقد الالكترون، طبعا هذا اللي بيفقد اللي بصير الاكسيديشن بطبيعه الحال او الانود بمعنى اخر يعني، والثاني بيكسب الالكترون اللي بصير له ريدكشن او ايش الكاثود. كده طبعا تكتمل اللي هو ايه الدائره الكهربائيه. يعني المساله هذه الالكتروكيميكال سيل، طبعا الالكتروكيميكال لانه بتتم فيها عمليه الكتريكال رياكشن او كيميكال رياكشن، وبتتم فيها برضه الكتريسيتي توصيل كهربائي. يعني اكزامبل عليها اللي هو جالفانيك سيل، اللي هي عباره عن الجالفانيك سيل عباره عن تو الكترودز كونكتد باي الكترولايت سولوشن، يعني الكترودز موجودات ملموسات في داخل اللي هو الالكترولايت سولوشن اللي من خلاله بدها تنتقل ايون الايون بطبيعه الحال. طبعا هنا المكان اذا بدنا نحكي عن الكل لابراتوري والميجرمنت، هنا السولوشن هذا هو اللي احنا بنحط فيه الشغلات اللي مراد او نعملها ميجرمنت او مكانها. الهاف سيل طبعا اللي هو نص المساله هذه، اللي هو الالكترود مع اللي هو الكوندكتر موجود لحاله. بطبيعه الحال انا لما بدي اوصل ما بينهم ممكن يكون التوصيل ما بين التو هاف سيلز او التو الكترودز ممكن يكون بشكل مباشر، يعني ما فيش فاصل ما بين المحلول اللي واصل بينهم لتحت، وممكن يكون اللي هو من خلال سيمي بيرميبل ميمبرين. طبعا الميمبرين اللي موجود انه يسمح بايش نوع معين من الايونز انه يعدي. طبعا عشان كده انا بدي استغل الشغلات في عمليه الميجرمنت، انه الممبرين اللي بستخدمه فاصل ما بين التو سيلز او ما بين التو الكترودز بمنع اي شيء ما عدا الايون اللي انا ايش بدي اعمل له ايه ميجرمنت، وبالتالي انا بدي اشوف الاكتيفيتي بتاعته، وبالتالي بدي اعمل له اللي هو ايه ميجرمنت. وهي الفكره في الموضوع، هي اللي هي الجالفانيك سيل. خلينا نقول شكل مبسط عن الموضوع اللي هو عندنا الكترود زنك على سبيل المثال، طبعا في محلول زنك سلفيت، وعندنا في المقابل كمان في الهاف الثاني او في النص الثاني عندنا اللي هو الكفر الكترود في كفر سلفيت، وهنا الايون السلفيت بيمشي منها، طبعا السيمي برميبل مفصول بينهم. ولو وصلنا من الخارج حنلاحظ انه ايه نتيجه تدفق الالكترودز انه كهرباء حتمشي، وكده بتكتمل الدائره الكهربائيه. طبعا كميه الكهرباء اللي بتنتقل من هنا من الزنك او الالكترود بتنتقل من الزنك لهنا تعتمد على كميه الايون، او مرتبطه بكميه الايون اللي بتنتقل من الهاف هاد للهاف هاد، وبالتالي انا بوجد العلاقه او الكونسنتريشن من خلال ان اربط كميه الكهرباء اللي موجوده اللي بتطلع عندي مع اللي هو كميه الايون اللي بتنتقل من خلال اللي هو المحلول. طيب لما بدنا نحكي على البوتنشيومتري بدنا نحكي عن حاجه اسمها الكتروموتيف فورس. الكتروموتيف فورس يعني ايش الدافعيه، يعني حكينا قبل شويه على البوتنشال ريدكشن، ايش الدافعيه اللي بتعطي انه انت الكترون تنتقل من كائن او من عنصر لعنصر، ايش الفرق بين او ايش الحاجه اللي بتدفع انتقال الكترون من عنصر
او يفقد العنصر بطبيعه الحال. هذا احنا بنسميها قلنا عنها قبل شويه ريدكشن بوتنشال، يعني كل ما زاد ميل العنصر انه يفقد الكترون طبيعه الحال او يكسب الكترون، هذه احنا بنسميها بوتنشال او ماكسيمم بوتنشال ديفرنس. يعني لو في عندنا عنصرين، واحد عنده قدره رهيئه كبيره انه يفقد الالكترون والثاني عنده قدره كبيره انه يكسب الالكترون، فهذه بتكون اعلى ما حاجه بنسميها في الماكسيمم بوتنشال ديفرنس، الفرق ما بينهم. بطبيعه الحال هنا ممكن اعكس المساله اللي ذا كوانتيتي ريليتد كميه او الالكتروموتيف فورس او البوتنشيومتري اربطها مع التندنسي، برجع بحكي نفس الكلام، ترجع او اربطها مع التندنسي فور ان اليمنت اور كومباوند اور ان ايون تو اكواير الكترونز اور لوس، طبعا اكواير اور جين، يعني هي ايه الميل او التندنسي لعنصر انه يفقد، اللي هي طبعا بتصير مسألة انه يفقد اوكسيديشن، يعني انه يفقد الكترون او انه يكتسب الكترون، وهذا بنسميها ريدكشن. هاي فكرة البوتنشال. هنا بنعمل علاقة وبنشوف الفرق ما بين الزنك وما بين الكبر. هنلاحظ انه الزنك له قدرة اكتر انه يفقد الكترون من الزنك، عشان كده لما اثنين ممكن احطهم في خلال اللي هو جالفانيك سيل، هلاحظ انه هيفقد او الكبر هيفقد الالكترون عشان هنلاحظ انه الزنك هيفقد، عنده قدره او عنده رغبه انه يفقد الالكترون اكثر من الكبر، بمعنى اخر عشان كده الالكترون هيفقد من الزنك وبالتالي هيروح للكبر طبعا من تحت، نكمل من خلال محلول الدائره الكهربائيه. هاي فكره اللي هو ايش البوتنشال اللي موجود، انه الزنك عنده ميول انه يفقد الالكترون، طبعا يصير له اكسيديشن اكثر، في المقابل انه الكبر عنده ميول انه يكسب الالكترون، في المقابل انه عنده ريدكشن اكثر. طبعا المساله بدي اعرف مين عنده الميول انه يفقد ويكسب، هذه من خلال زي ما حكيت قبل شويه اللي هو ريدكشن بوتنشال تيبل، حنورجيكم نموذج عنه. يعني هنا الرسمه اللي بالخط الاحمر، الكلام بالخط الاحمر، هذه مش معادله، هذه تمثل تركيبه اللي هو الجالفانيك سيل، الجالفانيك سيل كيبل. يعني لو استخدمت انا الزنك سولوشن على سبيل المثال او الزنك كالكترود في محلول زنك صلفيت على سبيل المثال، طبعا تركيزه 1 مولر، هذا جانب او هاف سيل. الهاف الثاني استخدمت الكبر، طبعا كبر صلفيت المحلول مع اللي هو 1 مولر تركيزه مع الكبر الكترود، البوتنشال ما بينهم قياسا او حساب البوتنشال ما بينهم، طبعا المساله كيف نقيس البوتنشال، لازم اللي هو ايه من خلال كهرباء بيوصل واشوف انه ايش قديش كميه الكهرباء اللي بتطلع بينهم. هنا خلينا نقول البوتنشال ما بينهم قياسا اكسبيرمنتالي وجدوا انه حوالي 1.1 فولت تقريبا. يعني خلينا نقول اللي هو ايه ميجرمنت اوف سيل بوتنشال بيرفورمد يوزنج فوتو او بوتنشيوميتر، مساله انه قياس البوتنشال باستخدام البوتنشيوميتر. واحد من الاكزامبلز على البوتنشيوميتر اللي ممكن اكيد استخدمته في المعامل اللي هو البي اتش ميتر، حنشوف الفكره هذه. البي اتش ميتر الجهاز او الالكترود اللي بتقيسه فيه البي اتش بتاع المحاليل، هو احد الاكزامبلز على فكره البوتنشيومتري، او ممكن نسميه هو بوتنشيوميتر بطبيعه الحال، لانه العلاقه هنا ما بين الهيدروجين او قياس انه قديش الهيدروجين ممكن يفقد الكترون او يكسب الكترون. طيب خلينا نشوف التيبل اللي هو التيبل هذا بيمثل لنا اللي هو ستاندرد ريدكشن بوتنشال. يعني لو ملاحظين هنا اللي هو كل ما نزلنا لتحت، كل ما نزلنا من فوق لتحت اللي هو ويكر ريدكشن ايجنت، ويكر ريدكشن ايجنت، طبعا تحت بقول سترونجر ريدكشن، يعني اللي تحت سترونجر ريدوسنج ايجنت، سوري، اللي هو عنده قدره انه ايش ياخذ الالكترون، في المقابل اللي فوق كل ما طلعنا لفوق سترونجر اوكسيدايزنج، يعني عنده قدره انه يفقد للثاني. يعني احنا لو قارنا بين الاثنين بنلاحظ اللي فوق كل ما طلعنا فوق عنده قدره اكثر انه يعطي الكترون لواحد من اللي تحت، وعشان كده لو دورنا على موقع الكبر على سبيل المثال في المنطقه هذه ودورنا على موضوع الزنك بنلاحظ، طبعا لو حطينا اثنين في الكترود او في خليه حنلاحظ انه الالكترونات حتنتقل من الكبر لايه؟ تنتقل من اللي هو الكبر لتنتقل لايش؟ للزنك، وهكذا. سوري الايون حتنتقل من الكبر للزنك. هنا الفكره في الموضوع في رسمنا الرسمه هذه، طبعا هنا محلول كبر سلفيت وزنك سلفيت، هنا ملاحظين انه الزنك عنده قدره اقل انه يحتفظ بالزنك ايون على سبيل المثال،
وفي المقابل يأخذ اللي هو الإلكترون. هنا بنلاحظ انه الكبر عنده قدرة اكثر انه ياخذ الكبر ايون في المحلول وبالتالي يفقد الالكترون. لكن هنا لو شغلنا جالفانوميتر على سبيل المثال او شغلنا باور، طبعا المسألة هذه هندفع الالكترون انها تنتقل من الزنك تنتقل للكبر، وكده بنكون اللي هو ايش عملنا دائرة كهربائية كاملة. طيب كيف استخدامات المسألة هذه ميجرمنت اوف ايون اكتيفيتي فيرسس كونسنتريشن؟ هنا قلنا الفكرة في اولا واخيرا انه بدنا نستغل الايون اكتيفيتي، الايون اكتيفيتي اللي هو انتقاله قدرة الالكترود ياخذ ويعطي بمعنى اخر، ونربطها بايش؟ بالكونسنتريشن، وهي الهدف من المسألة انه نعمل الميجرمنت للكونسنتريشن للايونز. طبعا احنا يمكن مر معنا قبل كده استخدام الفليم فوتومتر او الاتوميك ابزوربشن، اتوميك ابزوربشن انه ممكن نعمل نقيس التوتال كونسنتريشن لكبر لفوسفورس لحاجه زي كده يعني، بس احنا بيكون احنا مطلوب منا انه نقيس اللي هو الفري الايونز. طبعا الكيميكال رياكشن او البيولوجيكال اكتيفيتي بتاعت الايون او بتاعت الصوديوم او البوتاسيوم او الكبر او الصوديوم مرتبطه المساله هذه في الايونايزد فورم او اللي احنا بنسميه انباوند فورم. الان ايونايزد او الفلز الكامل يعني اللي لا فاقد ولا لا فاقد الكترون ولا حاجه بكون جزء من الاستراكشر بس، وطبعا بكون باك اب للايونايز، بس احنا بدنا نقيس الاكتيفيتي. طبعا الاكتيفيتي بيعكسها اللي هو الايونايزد فورم للفلز للايونز، مش اللي هو ايه اللي ان ايونايز، لا الايونايزد فورم هو اللي ايش بيعكس الاكتيفيتي بتاعت اللي هو ايش الفلز او الصوديوم او البوتاسيوم اللي احنا معنيين ان نعمل له ميجرمنت، او احنا بنسميه الانباوند فورم طبيعه الحال. خلينا نقول ريليفانت، هنا بيحكي لنا المساله هذه بوضح لنا يعني this is relevant quantity for most purposes because chemical equilibrium and biological phenomenon are dependent on the activity of ions rather than the total concentration. عشان كده الميزة في البوتنشيومتري على حساب الاتوميك ابزوربش او الابزوربانس او الفليم فوتومتري انها بتقيس لنا اللي هو ايه الفري فورم او الانباوند فورم مش التوتال يعني. طبعا ممكن يلزمنا احيانا في اقيس بيلزمنا نقيس التوتال بس موضوع ثاني يعني. خلينا نحكي اللي هو نوع واحد من الدايت بوتنشيومتري اللي هو مباشره دايت. ليش اسميه دايركت؟ لان انا باخذ العينه سواء بلازما او بلاد او سيرم باخذه بشكل مباشر وبقيس طبعا بدون اندليوشن، عشان كده اندليوتد سامبل، وعشان كده بسمي المساله دايركت. وهنا بستخدم الفلز او السامبل البلاد او السيرم او البلازما بشكل مباشر في عمليه الميجرمنت. طبعا النتيجة عادة لما بدي اقيس النتيجة الاكتيفيتي في الايون في الاكس فاكتور، الاكس فاكتور اللي او يسمى او عبارة عن دليوشن او كمية الدليوشن، بس انا طبعا انا بستخدم ما دام بحكي دارك انا ما عملتش دليوشن، عشان كده الاكس فاكتور هو عبارة عن واحد في النهاية يعني. بس عادة لما بدي اخذ سامبل بدي اعملها دليوشن بدي اقيس زي ما احنا شايفين اللي هو ايه بشكل مباشر الدايركت فوتو بوتنشيومتري بيقيس الاكتيفيتي في المحلول بشكل مباشر. اذا عملت له دليوشن هيقيس لك طبعا برضه الكميه اللي موجوده، لكن انا طبعا اذا بحكي عن البلازما ما بكونش ما عملتش دليوشن، عشان كذا الفاكتور بيكون واحد يعني. على كل الاحوال القيمه اللي بتطلع القيمه اللي بطلعها نتيجه الدايركت بوتنشيومتري هي نفسها اللي ممكن استخدمها في اعمل الريفرنس ريج للكونسنتريشن بتاع السبلاي، انا بستخدمه بشكل مباشر. يعني القيمة اللي بتطلع او بحسب لي اياها هي اللي اوريدي موجودة في السامبل بطبيعة الحال، ولانه لا اخذت السامبل انا من شخص كبلازما او ما عملتش دليوشن، يبقى هي القيمة اللي بحسبها هي القيمة اللي اوريدي موجودة في البلاد او في البلازما بتاعت الشخص يعني. طبعا خلينا نقول انه ايش اكتيفيتي ديترمينيشن، انا لما بدي اقيس الاكتيفيتي طبعا بتاع الايون بدي اعمل اللي هو مقارنة ما بين البوتنشال في الانون اللي انا استخدمته الشيء اللي بدي اقيسه صوديوم بوتاسيوم ايا كان يعني، بدي اعمل مقارنه ما بين البوتنشال بتاعه اللي شو اسمه وما بين اللي هو ايه البوتنشال لشيء انا بعرفه او نون اوف نون اكتيفيتي. بطبيعه الحال هي الفكره في الموضوع ان انا حاجه بدي اقيس البوتنشال بتاعها. طبعا نرجع لفكره البوتنشال والتندنس تو لوز الايونز والحاجات اللي زي كده الالكترونز، طبعا هنا بدي اقيس انا اللي هو ايه اقل البوتنشال اللي حصلت عليه او الكونسنتريشن بمعنى اخر بحاجه بتكون اوريدي معروفه يعني، وهي الفكره في الموضوع.
طبعا اللي هو ايه الكالبريتر اللي بستخدمه اللي اقيس عليه او اعتمد عليه اللي بتكون تقريبا او سيميلر للماده اللي انا بقيس البوتنشال بتاعها. طيب بوتنشيومتر النوع الثاني اللي هو الاندايركت سوري هو في انتبهوا من هنا خليه تكون اللي هو ايه عشان تكون معنى الكلمه بشكل غير مباشر اندايركت غير مباشر يعني اندايركت يا حضرات اللي هي كيف انا بداخل العينه بدي اعملها دليوشن يعني طبعا ليش بدي اعمل دليوشن؟ عشان انا بدي اقيس او الفكره في البوتنشيومتري بتقدرش تقيس اللي اساسا الفري او الانباوند وعشان انا بدي اقيس على سبيل المثال كل الاين او كل كميه الاين الموجوده معنى كده انا بدي اعمل ايش ليبريشن للايش؟ للغير متاين بمعنى اخر يعني عشان كده بلزم لي اللي هو داليوانت والداليوانت المهمه بتاعته انه ايش يأين او يفك اللي هو ايه يعمل ليبريشن للعنصر اللي في حاله غير متأينه ويحوله كله ايش لمتأين بمعنى اخر لانه البوتنشيومتر ما بيقيسش اللي هو ايه اللي على شكل انباوند او ايونايزد فورم. هنا طبعا انا ايش المساله صارت بشكل غير مباشر لان انا هنا بقدرش اقيس اللي هو الان ايونايز بشكل مباشر عشان كده بدي اضطر اني اعمل له ايونايزيشن باستخدام اللي هو داليوات على سبيل المثال وبطبيعه الحال لانه درجه التاين بتعتمد على البي اتش بتاعت المحلول عشان كده بدي اعمل مونترنج للمساله هذه من خلال وجود او قياس اللي هو البي اتش. طيب عند التايتريشن من ضمن برضو الاشياء اللي بتعتمد او التقنيات اللي بتعتمد على البوتنشيومتر اللي هو التايتريشن. زمان احنا قلنا في المدارس لما نعمل تايتريشن كان فكرتنا انه نجيب ورق عباد شمس اللي هو بيقيس تغير بي اتش ونشوف العلاقه ما بين اللي هو حمض وقلو بمعنى اخر ان ضلنا نصب من الحمض على القلو او بالعكس في وجود ورقه عباد الشمس في اللحظه اللي بنصل فيها اللي بنسميها اكويفالنس بوينت دوري بتغير لون عباد الشمس. طبعا هنا اللي هو في الاول بيكون مثلا محلول حمضي احنا بنضل نضيف القلوش حبه حبه او بالعكس طبعا يعني لغايه ما نصل لنقطه اللي هو ايه البي اتش يصير نيوترال. هنا اوتوماتيك او بشكل سريع بتغير البي اتش بتاع اللي هو ايه بتاع المحلول. طبعا هاي فكره اللي هو التايتريشن وانتم اخذتوها يمكن في التايتريشن للبايوكيمستري ان كيف انتقل من البي اتش بتاع الامينو اسيد عشان احدد الالكتريكال ايزو الكتريك بوينت بتاعته او البوينت اللي بيكون فيها نيوترال يعني انتقل من اسيدك للنيوترال للايزو الكتريك بوينت للالكالين. هذه احنا سميناها او سميتوها انتم يمكن اللي هو تايتريشن للامينو اسيد. هنا انا بعمل او بقيس اند بوينت ديتكشن انا بصل اخر نقطة اللي بنعدل او بتغير المحلول من حالة لحالة او بسميه خلينا نقول sudden change. طبعا احنا في لما ذكرنا عباد الشمس كان sudden change عبارة عن تحول من اسيدك مثلا لنيوترال على سبيل المثال لو زدنا حبة فوق خالص حتحول لالكالين. لا احنا بنحكي عن النقطة الفاصل ما بينهم. هنا انا بحكي لو عممنا المسألة في التيتريشن انا بدي اقيس sudden change. طبعا sudden change بدي اقيسه من خلال الكترود in summary خلينا نقول the potential of reference electrode is constant عشان كده انا بلزمني ان استخدم الكترود في ان اعمل او سنسور الكترود او سنسور ان اعمل او اقيس اللي هو sudden change في حاله التايتريشن. بطبيعه الحال انا عندي الان تو الكترودز بدي استخدمهم واحد يكون ريفرنس طبعا بدي استخدمها في نفس اللحظه بقول كده معاير الالكترود اللي بستخدمه بس اتعاير على ريفرنس الكترود والريفرنس الكترود اللي هو ايه انا بدي اقيس او اقارن اللي هو النتيجه اللي بدي اطلع لي الانديكيتور الكترود اللي بدي استخدمه فيه. يعني الريفرنس الكترود انا عارف اللي هو البوتنشال بتاعه طبيعه الحال. الان انا لما بدي استخدم السنسور او الانديكيتور الكترود عشان اقيس السادن تشيج او في التايتريشن بدي اقارن نتيجته بالايش بالريفرنس اللي انا استخدمته. وعشان كده بتيجي فكره اللي هو الريفرنس الكترود اللي هو انا بعرف البوتنشال بتاعه عشان بالتالي لما استخدم الانديكيتور الكترود ان اقيس مثلا بي اتش او حاجه زي كده ان ايش اكون الالكترود او الانديكيتور هاد الكترود مقارن او ايش في حاجه يعتمد عليها او مرجعيه له اللي هو الريفرنس الكترود.
هنا خلينا نقول ممكن اعمل طبعا علاقه، ما دام انا الريفرنس انا بعرف البوتنشال بتاعه والالكترود انا ببني او بعمل ريليفنس للبوتنشال، هنا بوجد علاقه ما بينهم، من خلال العلاقه هذه ممكن احسب البوتنشال بتاع اللي هو الانديكيتور او السنسور الكترود. انواع الكونستنت او الريفرنس بوتنشال او الريفرنس الكترود، خلينا نقول عندنا ثلاث انواع درجات، ستاندرد هيدروجين الكترود، وعندنا ساتوريتد كالوميل الكترود، وعندنا سيلفر الكترود. في كل الاحوال زي ما احنا شايفين يعني انا بدي استخدم، خلينا نشوف بس المساله هذه، ناخذ مثلا اول واحد اللي هو ستاندرد هيدروجين الكترود، زي ما انتم شايفين بحكي لنا عنه يمكن هو الريفرنس وادق واحد والكلام هذا كله كويس بالنسبه له، بس هو عشان احنا بنتعامل مع الهيدروجين غاز والحاجات، عشان كده بيكون المشكله بتاعته الانستابيليتي مش ستيبل، يعني بده كده هيك دير بالنا عليه في شغله بلحظه بلحظه يعني. وفي نفس الوقت اكوارد، اكوارد يعني خلينا نقول في الانجليش معناها difficult to handle، او يعني صعب التعامل معاه يعني، يعني مش ايزي، عشان كده يمكن هذا تكون ديس ادفانتج، بس طبعا هذه لا تنعكس او لا تؤثر في، يعني هذا تتطلب انه نتعامل معه بعنايه شديده جدا جدا، بس ما بتاثرش على كونه يمكن اللي هو الريفرنس بتاع كل اللي هو الالكترودز، اللي هو الريفرنس الكترودز يعني. الادفانج بتاعته اللي هو يمكن البوتنشال بتاعه تقريبا زيرو، يعني خلينا نقول اللي هو ايه اي حاجه بعد كده بدنا ايش نطرح منها الزيرو، او هو الاساس الريفرنس هذا، عشان كده سهل انه اي الكترود او الانديكيتور الكترود اللي هو القيمه اللي يعطيها اللي هو ايه مقارنه مع اللي هو اللي هو الريفرنس اللي بنستخدمه زي بقولك على الهيدروجين الان اللي بعطينا زيرو يعني. عشان كده اي رقم بشكل مباشر بعطيني الانديكيتور الكترود هو الرقم المعتمد، لانه احنا بنقارنه بالصفر اللي هو الريفرنس في الحاله هذه. طيب هو بيستخدمه كمان عمليه انه نعمل ستاندرايزيشن او نظبط خلينا نقول اذر ريفرنس الكترود، لانه زي ما حكينا عنه اللي هو الاكيورسي بتاعته عاليه جدا، لكن مشكلته زي ما شفت الاستابيليتي والصعوبه في التعامل معه. وهي الفكره انا عندي اللي هو زي ما احنا شايفين اللي هو ايه، هنا ممكن ندخل الهيدروجين هنا على هذا الالكترود على سبيل المثال اللي هو عباره عن بلاتينم بلاتين يعني، هنا ممكن ندخل اللي هو الهيدروجين غاز اندر 1 اتموسفيريك بريشر، وهنا بطبيعه الحال في داخل محلول هيدروجين كلورايد على سبيل المثال المحلول اللي هنا، وهنا ممكن يطلع اللي هو الهيدروجين بالشكل هذا من السليت هذه من الفتحه هذه. هنا خلينا نقول انا اذا عندي هنا هيدروجين في الالكترود في البلاتين سوري يعني بيطلع منه هيدروجين، وفي نفس الوقت انا عندي هيدروجين في المحلول، هنا العلاقه ما بين الهيدروجين اللي ممكن يتأين في الحاله هذه بطبيعه الحال ممكن اللي هو طبعا يفقد الكترون او ياخذ الكترون، زي ما احنا شايفين الوضعيه كالتالي انه على سبيل المثال هنا ممكن انه يفقد الكترون ويصير بلس، طبعا والبلس ممكن ياخذ الكترون، زي ما احنا شايفين انه الكترون عمال بينتقل من حالتين من الالكترود للمحلول وهكذا. طبعا مساله انه البوتنشال بتاعه انه قديش عنده قدره من البلاتينم انه يفقد الهيدروجين، هي هذه اللي تمثل اللي هو الريفرنس بتاعه او البوتنشال بتاعه. بطبيعه الحال هنا ممكن اظبط، خلاص انا اظبط الالكترود هذا على انه الريفرنس او البوتنشال بتاعه 0 0 0، واستخدمه او اقارن فيه اي ايش الكترود بعد كده، او بناء لما اصنع اي الكترود انديكيتور اقارنه بالريفرنس اللي هو الهيدروجين. بس زي ما احنا شايفين اللي هو من خلال اللي هو الهيدروجين اللي هو البلاتينم واير والالكترود او البلاتينم الكترود، وهنا الهيدروجين ممكن يطلع في المحلول، طبعا زي ما احنا شايفين ممكن الهيدروجين مع الوسط او السائل اللي حواليه هيدروجين كلورايد على سبيل المثال ممكن ياخذ ويعطي الكترون، وانا بعرف قديش اللي هو قديش انه ممكن يفقد البلاتينم سوري الهيدروجين قديش ممكن يطلع وقديش او الهيدروجين يطلع من البلاتينم او قديش البلاتينم خلينا نقول قديش ممكن تندس انه يفقد الكترون لصالح الهيدروجين وقديش ممكن ياخذ الكترون وهكذا. انا بكون عارف المساله هذه لانه ايش ريفرنس الكترون. النوع الثاني طبعا قلنا يمكن عشان انه صعب التعامل معه عشان كده بدنا تكون حاجه مور براكتيكال، اللي هو ممكن نستخدم ساتوريتد كالوميل الكترود اللي هو بيستخدم اللي توليفه ما بين الميركوري على شكل اللي هو الالكترود ما بين
ميركرس كلورايد في المحلول اللي حواليه، وحواليه بيكون ساتوريتد بوتاسيوم كلورايد. طبعا المعادله زي ما احنا شايفين اللي هو ميركرس كلورايد مع الالكترونز، طبعا اللي هو يترتب على المساله هذه انه اللي هو ايه الميركرس يفقد الالكترونز، وبالتالي احنا بندخل في حاله متأينه زي ما احنا شايفين الميركرس ممكن يرجع للالكترود وممكن يفقد للمحلول اللي فيه اللي هو بوتاسيوم كلورايد وهكذا يعني. قد طبعا عشان احنا الحاجه بنسميها سولت بريدج كونسنتريشن، يعني كونسنتريشن السولت بتاع البوتاسيوم كلورايد ما يتغيرش حوالين الالكترود بفعل انه بيفقدوا بعض زي ما احنا شايفين اللي هو الميركرس ايون على سبيل المثال. عشان كده المساله هذه نتحيدها، بنحاول نستخدم او بنستخدم ساتوريتد سولوشن من البوتاسيوم كلورايد، عشان كده مهما فقد او اعطى ايونز ما يتاثرش الكونسنتريشن. يعني الميزه بتاعته يمكن خلينا نقول بنستخدمه، الميزه بتاعته انه ايه ستيبل، خلينا نقول عند درجه 80 على سبيل المثال يعني، مقارنه طبعا بالهيدروجين. اذا كنت بدي احصل على نتائج دقيقه جدا واقيس اي تغير في البوتنشال ولو بسيط جدا، هنا بقدرش طبعا مش استخدم ساتوريتد بوتاسيوم كلورايد، بدي استخدم محاليل مخففه. بس خدوا بالكم هذه يعني في بعض الحالات اذا كنت معنا تكون النتيجه دقيقه جدا جدا بتجاوز شويه حكايه السولت بريدج يعني. بس بشكل عام عشان حكايه السولت بريدج اللي هو تغير كونسنتريشن حوالين الالكترود، هنا بدي اضطر استخدم اللي هو كونسنتريتد بوتاسيوم كلورايد. بس اذا كنت معني في لحظه ما بدقه شديده، هنا ممكن استخدم الكونسنتريشن 0.1 مولار او 1 مولار بوتاسيوم كلورايد حوالين الالكترود. وزي ما احنا شايفين الاستابيليتي بتاعته لعند 80. طبعا النهايه دي تكون انه افضل بحكايه اللي هو الهيدروجين او ستاندرد هيدروجين الكترود يعني. خلينا نقول اللي هو ايه هي الفكره اللي عندنا سيليفر ومطل في سيليفر كلورايد، سيليفر وحواليه طبقه من السيليفر كلورايد، وهنا هذا اللي بنوصلها للجهاز كده اللي بنقرا عليه الرقم والاشاره. طبعا موجود في داخل اللي هو محلول بوتاسيوم كلورايد ساتوريتد، وهنا اللي هو الاتش جي اي على سبيل بينتقل من الالكترود لايه؟ ينتقل لايش؟ للالكترود للمحلول البوتاسيوم كلورايد وهكذا يعني. وهنا بتتم عمليه السنسيشن للكونسنتريشن او للايون اكتيفيتي اللي موجوده حواليه بطبيعه الحال. طيب نرجع السيلفر، سيلفر الكترود النوع الثالث اللي هو نفس التوليفه بس بنغير يعني، خلينا نقول اللي هو ايه يمكن اكثر واحد يستخدم اللي هو بحكم انه عمله في نفس الوقت يعني بريحنا، او باستخدام اللي هو اللي قبله كده الكالوميل على اساس انه استخدام الميركرس وتوكسيك الميركرس يعني، يمكن عشان كده قد يكون افضل شوي يعني. وفي نفس الوقت بالنسبه للتمبريتشر ممكن يكون ستيبل اكثر لما في حالات التمبريتشر الاعلى يعني. هي نفس الفكره يعني زي ما احنا شايفين يعني، بس البيتر ثيرمال ستابيليتي يعني في الحراره على بكون افضل. طبعا بنستخدمش يعني مواد اقل خطوره من السيلفر مثلا، اقل خطوره من الميركر يعني. وهنا الفكره زي ما احنا شايفين اللي هو عباره عن كده التوليفه اتش جي سيلفر، والمحلول مطل حواليه طبقه من الاتش جي كلورايد بطبيعه الحال، وهنا حواليه المحلول بوتاسيوم كلورايد نفس الفكره اللي شفناها في الكالوميل يعني. بس هنا استعدنا بدل الميركر استعدنا عن السيلفر يعني اللي هو اقل خطوره في نفس الوقت مور ستيبل ات هاير تمبريتشر. وهنا الفكره اللي هو زي ما انتم شايفين اللي هو الاي جي سي ال زائد الالكترون بطبيعه الحال، هنا اللي بننتقل للحاله المتأينه اللي هو السيلفر مع الكلورايد. يعني بمعنى اخر اللي هو تبادل ما بين اللي هو الالكترون وما بين السيلفر على اللي هو الالكترون. هي الفكره في الموضوع. طبعا احنا لما بتقيسوا انتم مثلا البي اس البي او اتش، اخذنا اكزامبل على مساله اللي هو على مساله البوتنشيوميتر يعني، هي الفكره انه احنا بنحطه في المحلول، وهنا الكميه الهيدروجين في المحلول بتروح وبتعطي مع الالكترود. طبعا تعتمد المساله كميه الاكسشينج ما بين الالكترود وما بين المحلول على كميه الهيدروجين اللي موجوده في المحلول، وانتم عارفين طبعا اللي هو البي اتش ينعكس على او هو في النهايه يعتمد على كونسنتريشن بتاع الهيدروجين ايونز اللي موجود في المحلول يعني. وهي الفكره في عمليه اللي هو قياس البي اتش من خلال الالكترون.
طبعا احنا راح نبدا انهي لعند اللي هو ايه الريفرنس الكترود، وان شاء الله المحاضره الجايه بنكمل مع اللي هو الانديكيتور. وطبعا بذكر الريفرنس احنا بنكون عارفين البوتنشال بتاعه، والانديكيتور انا بدي استخدمه اللي هو عشان اقيس اللي هو او اقارن النتيجه بتاعته بالريفرنس اللي انا بدي استخدمه، وبالتالي بوجد العلاقه ما بينهم وبحسب اللي هو ايش الايون كونسنتريشن او الاكتيفيتي للايون المراد ان اقيسه بالمقارنه ما بين التو الكترودز. نلتقي المحاضره الجايه ان شاء الله، ولهنا بقول يعطيكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.